انت مش قاسي الزيت ده 60 مره امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه، روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفتي ده يا خالتي؟ حته الماس ثمنها 10600 جنيه، هتاكل منك حته. والله منين كده يا واد؟ ده الماس. ولو اني ما بحبش البس الالماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. راح فين يا نواه؟ رايحه كوافير. بابا يا ماما في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي باشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وباشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى باشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. هتلاقي أمك بجيبها لك يا راجل يا حمار. استنى عليا أنا حوريك. أنت رزل ليه يا أخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. أنا حمار؟ طيب أقل واجب لما تخش عليها الدخلة دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين إيه عربية المولد اللي أنت راكبها دي؟ مش عاجباك العربية؟ تبقى حمار. بابا حمار وسايق. بابا شجعك العربية يا شباب. بابا ما كترش كلامك بتاعي. بس انت ما تغلطش فيه، خليك بعيد. ما كترش بالكلام، خليك بعيد عشان انت كده ما تتكرمش. انت لازم تتربى. وريني رخصك يا بابا. تتطحن؟ انا اتهرس لحد ايه؟ انت بتدي لك على ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تيمور 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 تيمور. لا كان معايا واحد قصير بس مش عارف راح فين. كعبي بابا. بابا انت تيمور يا انا للاسف. تيمور يا بابا. اخبار الخلانوسه ايه؟ من السفره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مسافرة برا مصر. لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بأمرها. خدي ورشي شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ عاملة ايه معاك يا لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل، ما تتخيرش عنك. ايش برا البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما هش هش يا ماما جاية لك يا نوال. هش 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 برا 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 برا. عايزة ايه؟ مين اللي جاب باشندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي فيهم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده، والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربة ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. بيني وبينك بابا احنا هنخش الزباله دي. الزباله ايه؟ انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ معرفش، يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر.
الله تزعلتوا؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. تعالى ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع، بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشندي بشندي بشندي، ده بركه البيت. زي ما يا ابني. ايوه بابا عيني يا حبيبي. يا ابني انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارم، بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هارم. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. أوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار، نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكلية؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال، بنتي نوال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجة، حاجة بسيطة حاجة بسيطة. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظة حاجة عليا؟ مش سلامتك ولا حاجة؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدلة دي؟ ايه؟ ايه البدلة دي؟ بدلة؟ انت لسه شفتي حاجة؟ مبهورة بالبدلة دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منورة ما شاء الله. قمر بدري منور. استر استر من العين يا عم. احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما ردتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا بشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعة احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمة. استهانم عقبال ما يجيلك الرد، تليفون بيتنا عند بنتك هريانة تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا. يلا يا بابا ما تكلمناش في حياتك. ولا كلمة قدام. يلا معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح، شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جنين. احنا علينا في المنطقة كلها. ايه خير يا بشندي، ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هانم. انا قلت والله انه لا يجوز. الولية حماتها جديد مخها ضربة. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعة بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطبتنا. ربنا يخليك حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت اعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور كل يا ابني، داخل على جواز محتاج ترم عظمك. اللحمة حلوة قوي بابا، أوي. بس بتجيبني من زمان. والحاج بوجودك ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزه دي. ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه بعزم نقول امها هنا؟ امها لا، نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي اللي هتاكل حته. انت بتقول كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطمن وانا اطمن. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. اكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراحل فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي. انت والله انت ما تكلش. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا قدامي يا باشا، ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بستعملها في الدليفري. دليفري؟ بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس
قادرين على العشوة الظريفة دي يا بابا. إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل. كورة ايه وزفت ايه؟ ايه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ رئيسكم انا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هاتلي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ فوق انا اموت فيها يا عم. بنهزر. بقولك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفلة بكرة. تكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياة أميرة ولبنى وسميرة. وحياة أميرة ولبنى وسميرة ونادية واختها. وحياة أماني وسمر وناني. وحياة أماني وسمر وناني والشلة كلها. نركز يا جماعة، هنعلب أميرة ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه بس؟ اوعى انت اوعى. واحد اربعة. وحياة أماني وسمر وناني. الو. ايوه يا نوال، كلهم موجودين يعني هيروحوا فين؟ تيمور. نعم. تليفون نوال. يا نوال ما جيتيش ليه؟ مش في بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه؟ ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره. مش مشكله تعملي بروفة قبل ما نشتغل. اه حلو قوي. يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سرق عقد الماس ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ مش فضلك تيمور، مش حرام. يا بنتي ده امالنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرامي. لا مدور وحرامي كمان.